ألا تخشون أن تتسبب هذه الزيارة في مشاكل لكم مع الغرب مع الولايات المتحدة؟ تأكيد لا، العراق يمتلك قراره الوطني ويحدد مساراته وعلاقاته مع الأصدقاء، ولا نسمح لأي جهة أن تملي على العراق من هم الأصدقاء والشركاء. روسيا الاتحادية دولة نرتبط معها بعلاقة تاريخية، في عام 2024 سوف نحتفل على مرور 80 عام على عمق هذه العلاقة، ولدينا من المواقف والمبادرات الطيبة. لا يمكن للعراق أن ينسى دور روسيا في دعم العراق أثناء حربه على الإرهاب وتزويدنا بالأسلحة في معارك كانت حاسمة على عصابات داعش. لذلك هذه الزيارة في هذا الوقت هي رسالة وتأكيد على نهج الحكومة خصوصا مع روسيا في أن نعزز هذه العلاقة ونطورها في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية. هذا السؤال جدير بالتصفيق. طيب.